السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم أحبابي أن نبتدئ في سلسلة من القصص من القرآن الكريم، ونستخلص منها العبر أو نضع أسئلة ونستطيع يعني أن نتحاور مع بعضنا لكي نجد أجوبة. وهذا تدبر في القرآن العظيم. لذلك القرآن لا يجب أن يترك ولا يجب أن يكون مهجورا. فالقرآن المهجور ليس الكتاب الذي هو في البيت وهجره الناس، لا، الكتاب المهجور هو الكتاب، هو القرآن الذي لا يتدبر. الناس تقرأ القرآن تمر مر الكرام ولا يتدبر في آيات الله فلا تحصل منفعة، فهذا القرآن مهجور. وجب على الإنسان أن ينظر إلى الآيات وأن يتدبر، وعندما يقرأ القرآن كله يستطيع أن يفسر شيئا من الآيات، وذلك عندما يعني يصل المعاني الموجودة أو الآيات التي ذكرت في كل الصور، ويرى ما قبلها وما بعدها وفي أي سياق نزلت وفي أي سياق وجدت، فهكذا يستقيم المعنى ويستطيع أن يفسر شيئا ما. أما أن يسقط آية هكذا أو يأخذ شطر آية فهذا ليس بتفسير، وهذا ليس بأخذ من القرآن، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. لذلك عندما نقرأ القرآن يجب أن نأخذ المسألة التي نريد أن نفسرها ثم نراها في أي سورة ذكرت، وبهذا نستطيع أن نكون العديد من المفاهيم. أنا يعني كما قلت لكم طبيب، عندما أريد أن يعني أبحث في شيء ما أذهب إلى الإنترنت فأستخرج يعني الأرتيكل يعني 5 أو 6 أو 7 أرتيكلات، وبعد يعني نقوم الحاجة اللي هي من كل أرتيكل ذكرت باش نخرج يعني في الأخر الكونكلوجن، يعني هي نتيجة صحيحة أو نتيجة اللي أنا أتبعها. كما قلنا باش نبدأ إن شاء الله بحول الله تعالى بأول قرآن، وأول قصة سنبتدئ بها هي قصة قابيل وهابيل. هذه القصة العجيبة الغريبة، هذه القصة التي درسناها نحن في المدرسة ونمر عليها مرة الكرام، بالكاد تذكر هذه القصة. يعني أنا لم أسمعها إلا منذ أن كنت صغير، ذكروها لي آبائي في المدرسة، قال لي قابيل قتل هابيل لأنه لم يعني قابيل قرب قربان فلم يتقبل منه فحسد أخاه فقتل أخاه. وسأبتدي هذه الفيديو بالقرآن العظيم وسأتي لكم من ذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الندمين. صدق الله العظيم. يعني هذه الآيات، يعني آية 2 3 4 5 أو 6 آيات ذكرها الله يعني في القرآن العظيم، يعني